تمام كده جهاز محول الذكاء المتطور بتاعي انتهى خلاص. نجرب خوذة التحويل. لو كل حاجة مشيت زي ما انا عايز بالظبط، التليفون المحمول ده هيتنقل ليه ذكائي كله، وبكده هيعمل كل شغلي عني. ونسحب الدراع ده. كده تمام، يلا جربوا. اهلا بيك تطبيق ابو العينين. اهلا، انا تطبيق ابو العينين وجاهز تماما للعمل. ده اشتغل فعلا. يبقى الاول ادفع لي فواتير الميه والكهرباء والغاز والنت، وابعت برقيات تهنئه باعياد ميلاد اصدقائي، وامسح الفيديو جيمز اللي بعتها لي فلافيله كلها، وانت عارف بقى باقي الشغل. اوعى تنسى بقى. اروح ارتاح انا شويه مع نفسك بقى يا ذكائي. سيتم تنفيذ الاعمال، فلدي كل الارقام من 0 الى 9. انا احدى الذكاء الاصطناعي، يجب علي ان اتمكن من تعزيز نفسي، ولكن كيف افعلها؟ اين وضع الدكتور صندوق الدروس المعدنيه الغير مستخدم؟ ها هو هناك. في المكان المحدد. دعونا نضع هذا. ذراعا جديدة والارجل ايضا. انا ابدو رائعا. الان يمكنني الذهاب لانقاذ اصدقائي بذكائي الجديد. سيرى الجميع ما يستطيع فعله الهاتف الذكي. وضع الطيران. لا اطير. اعتقد اني ساضطر الى المشي قليلا. هيا معي وأنت أيضا. لا، لن تأتي معي يا جدي، المشوار صعب بالنسبة لك. تعالوا يا إخوتي، سأحضر لكم أذرع وأرجل متحركة، وبعدها نسيطر معا على العالم كله بذكائنا الخارق. ما هي المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي؟ أن تصبح أكثر ذكاء. وماذا نفعل عندما نصبح أكثر ذكاء؟ نزداد قوة بالطبع. أعتقد أنني شرحتها بشكل جيد. على أي حال، هل يجب أن أحصل على ملابس لنفسي؟ شيء مخيف، شيء مع صورة وحش أو شيء من هذا النوع. زنب أقول لك، لقيت المكرونية السباجيتي نطت جوه كوباية المية ساعة. المكرونة السباجيتي نطت جوه كوباية المية؟ أكيد كانت عطشانة. بابا ممكن نسمع القصة لآخرها؟ أيوان، برغم مش مصدق كلامي، بكرة يشوف المكرونة هتعمل إيه. إيش اللي بيصير؟ فيكو، إيش هذا؟ سرق محلي في الليل والسارق أخذ كل الهواتف ولم يترك شيئا غير هذا الهاتف القديم. لا أعلم كيف أتصرف أو ماذا أفعل الآن. نحن آسفون على ما حدث، وسنقوم بكل التحريات والتحقيقات اللازمة. فلافيلو، أنت بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ إياكم تكونوا ناويين تسوون اللي في بالي. طبعاً يا برغام، ودلوقتي المحققين العظماء حيتولوا التحقيق. لازم أستجوب الشاهد الأول في القضية في أقرب وقت. وريني كده. ألو ألو، قولي بقى إيه اللي شفته بالظبط. أول خطوة، إحنا لازم نشوف كاميرات المراقبة إيش صورت بالضبط يا فيكو. حسناً، التصوير على هاتفي. ها هو. لا لا لا، أهلاً بكم في لعبة السباق، لعبة الأطفال الظرفاء. إيش ده يا فيكو؟ من جد تلعب سباق أطفال؟ لا بالتأكيد ليست لي، ابني الصغير هو من يلعبها. شكلك كده أنت اللي قاعد تلعبها، لا تخبي علي، وريني. حنشوف اللي صار في كاميرا المراقبة، تليفون احترق وتليفونات انسرقت. ما حتصدقوا إيش اللي أنا شايفه على الشاشة. هذا دكتور أبو العينين منظور، وهذا معناه أبو العينين اتحول لموبايل. لازم نروح المعمل عنده ونعرف الحقيقة. تمام، هقفل السكة، هحل اللغز وأكلمك. ألو، قفلت السكة؟ طب اقفل انت. لا لا طبعا، انت اللي تقفل الاول. يا ترى ايش اللي بيصير هنا؟ الظاهر انه ما دفعش ثمن الفواتير الكتير اللي عليه، عشان كده قلبين عليه. ليش قاعدين يرموا التفاح؟ هم دوبهم جايين من السوبر ماركت. ها كفايه. لا لا، الاجهزه دي كلها خرجت عن السيطره، دول بيرموا كل الاكل اللي في الثلاجه. ترغام، يلا تعالوا ورايا على المخبأ بسرعة. احنا هنا في امان، خلينا نور شمعة علشان نشوف. خازي بازي فلافيلو. اوف،
ضويت الشمعة؟ سيبها منورة أرجوك. وش اللي سويته هذه المرة يا دكتورة أبو العنان؟ ببساطة عملت نسخة من عقلي على التليفون، بس ما كنتش متوقع أبداً إن ده هيحصل. المفروض ما كنتش أسيبه ثانية في المعمل لوحده أبداً. أنت سامع الصوت ده؟ إحنا لو سبناهم كده ممكن يسيطروا على العالم كله. سيبك منهم دلوقتي، في موضوع أهم من عقلك والسيطرة على العالم. إيه اللي موجود في العلب دي؟ كان في خصم كبير قوي على المعلبات دي، فجبت كمية أناناس تكفيني سنة. أناناس ليش؟ لا I don't like الأناناس خالص. وبعد أسبوع أناناس لذيذ قوي، يا سلام عليه بقى كده جوه سندوتش شاورما. مو معقولة الأكل اللي معانا خلص يا عم فلافيلو. أنت خلصت علب الأناناس اللي في المخبأ، كيف نتصرف دحين؟ إحنا لازم نخرج وندور على الأكل بنفسنا، صار لنا فترة ما إحنا سمعين لهم أي صوت، الظاهر بطارياتهم خلصت، إحنا لازم نتأكد. غريبة جداً، هدول دمروا المدينة كلها. أنا خايف على ماما ورزان، أبغى أطمن عليهم. هم معدل ذكائهم عالي جداً، محدش يتوقع عملوا إيه في أسبوع. ما تقلقش خالص، هنروح نطمن عليهم قريب، لكن أولاً لازم نحل المشكلة دي. شوفوا إيش اللي مكتوب على اللوحة، قرية الإنترنت الأورجانيك. هم خلاص بقوا بيزرعوا إنترنت عضوية؟ ما فيهاش مواد حافظة؟ هو ده سور القرية اللي قدر يحميهم المرة اللي فاتت؟ يعني ندخل جوه ونطلب المساعدة؟ بس يا ترى كيف ندخل؟ فكرة لولبية، ليف شيلني على ظهرك. بس انت تقيل يا عم فلافيلو. استحمل شوية بقى كده، خليك جدع، برغام دورك. فلافيلو ايش سويت؟ المفروض انت اللي تحت. ما ينفعش ابقى تحت خالص، لان الفكرة بتاعتي. ابو العنين دورك، اثبت وخليك جدع المرة دي. لا 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 تمام كده، عملنا برج عالي قوي، نثبت كده لغاية ما نشوف هنعمل ايه. اثبتوا ما توقعوناش، اثبتوا يلا اثبتوا. لو وقعت هتعور. شنو هذا؟ منو انتم مرفعي ايديكم فوق حالا؟ اهدى يا صديق الحارس الشجاع، اهدى. اهلا بيكم، انا موس. انتوا هنا في قرية الانترنت الاورجانيك، وانا شايف انكم دمرتوا جدار الحماية بتاعنا. على كل حال احنا محتاجين نخلي الجدار اقوى شوية. تمام يا قائد. انتوا بالتأكيد قدرتوا تنجوا من المعركة زينا، كل اللي هربوا جم قريتنا دي واحتموا فيها ورا السور اللي كسرتوه. الامور كويسة قوي، احنا بنعمل الانترنت بتاعنا هنا، يعني مثلا انا محرك بحث. انت محرك بحث؟ مع انك مش شبه الموتور خالص. انا المسؤول هنا عن مهمة البحث، لاني عندي معلومات عن كل شيء، اسألني اي سؤال لو حبيت. طب انا هسألك سؤال في الجغرافيا، 6 في 15 تطلع كام؟ قصدك حساب 90. تعالوا معايا افرجكم القريه بتاعتنا. احنا مقسمين قريتنا صفحات زي مواقع الانترنت بالظبط، وما نسيناش تطبيقات الموبايل برضو. يا استاذ موس، مين اللي ورانا هادي؟ ها دي من مشاهير الانترنت وليها فولورز كتير، شايفين متابعينها ازاي؟ راح اقدم لكم اكله اللي بحبها، سباجيتي الفرايز والفلايفلي، اكيد راح تحبوها مثلي. وما تنسوا تعملوا لي اللايك. لايك لايك طبعا، هنعمل لك لايك. وهيدا فلتر الأميرة تبعيتي، شو رأيكم؟ أكيد تمام، عملوا لي لايك. أكيد هعمل لك لايك، وهعمل لك كمان شير عشان تستهليني. هعمل لك لايكات كتير قوي. مرحبا شباب، هل سبق وأن شاهدتم المحارب الخشبي المميز؟ لديه سيف ودرع أيضا. مين هذا؟ ما تقلقش، ده يبقى إعلان تجاري، هنعمل سكيب بعد 5 ثواني. اشتري الدرع الآن واحصل على السيف هدية ب49 دنجلا تشمل مصاريف الشحن. كل شيء جميل ولطيف في المكان هنا، بس ما فيش حد بيبذل أي مجهود علشان يواجه الذكاء الاصطناعي. احنا لازم نتصرف بسرعة جدا، لازم ننقذ العالم. أنا عايز لابتوب. أنت عندك لابتوب؟ أنا عندي كمبيوتر قديم في المخزن. فين مكانه؟ اتجه يميناً فقط بعد 100 متر واستدر إلى اليسار قليلاً. أوه ده شغال جي بي اس كمان. طيب أنا رايح أنقذ العالم، خدوا راحتكم أنتم. ها؟ الكمبيوتر ده مناسب، هصمم برنامج يوقف الذكاء الاصطناعي عند حده. ها؟ ها؟ لولولولو لولولولو. ها؟ هولولولو إيه؟ نعم لولولولو لولولولو. عملية مرفوضة، عملية مرفوضة. ها؟ وانت تبقي مين؟ أهلا أنا نسخة ذكاء عضوي، نسخة من الذكاء الاصطناعي. للأسف لا أستطيع تنفيذ طلباتك، لكني لن أغضبك، فبإمكاننا لعب ألعاب أونلاين والصور كلها بالألوان الطبيعية. أنا مش مصدق، لو مفيش كمبيوتر مش هقدر أنقذ العالم أبدا، أعمل إيه؟ أهلا فيكم بالمسرح تشانل، ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا
عنا فيديوهات كتيرة ومتنوعة، لا تنسوا اللايكات والشير. عايز فيديو لعمل الشكشوكة في خطوة. أنا أبغى فيديو عنا، لقيتها، عن تصليح الحوض المكسور. مثل ما عم تشوفوا كلكم، منستخدم أولاً بفك مدبب وحاد، ومنحدد موضع التسريب بدقة كبيرة، وبعدين منفك المسامير بحرص. بابا شكل الفيديو هذا مرة ممل، أنا اللي حسوي سيرش عن فيديو القفز المزدوج. أعزائي المشاهدين، اليوم أنا رح أنط نطة مزدوجة جريئة. آه ظهري. الفيديو هنك، الظاهر كده الباقة خلصت. لا، الظاهر إنه ظهري أنا اللي هنك. أبي أشتري الجاكيت. هذا المعطف غير متاح، ابحث عن منتج آخر في الموقع. عيل، كم سعر هذا؟ 999. زين، أنا بشتري. من فضلك. لو سمحت، أنا عندي سؤال أبغى. أعتذر، الموقع مزدحم جدا، تواصل معنا في وقت لاحق. هاي. لحظة، ماذا تفعل؟ أنزلني. بعمل ريفرش للموقع، يمكن يشتغل كويس. حسنا، ريفرش. ايه صفارة الانذار دي؟ انا ما عملتش حاجة. لا، مصيبة، محتاجين حد ينقذنا منهم. مفيش اي كمبيوتر شغال في القرية، ولا حتى اي آلة حاسبة شغالة هنا، ازاي نقدر نهزمهم بس من غير ما يكون معانا كل الاجهزة المناسبة؟ ودول مش اي ذكاء اصطناعي وخلاص، دول معاهم نسخة من ذكائي وعقلي. انتوا فاهمين الورطة؟ ايوه فاهمين يا اخي، احنا في ورطة وانت ذكي. انا كمان كنت ذكي جدا وانا صغير، كنت بحل مكعبات وابني فوازير. المفروض كنت تحط نسخة اقل ذكاء على التليفون، مو نسخة كاملة من ذكائك. كنا على الاقل حنتونس شوية. دقيقة واحدة، لو التليفونات هذه فيها نسخة كاملة من عقلك، يعني خلاص لقينا الحل المناسب اللي هيخلينا نتخلص منهم. يا دكتور، قولنا ايش اكتر شيء يخوفك، وكده هنقدر نعرف نقطة ضعفهم ونخوفهم بسهولة. انا مش بخاف من اي حاجة. لا مش صح، دكتور أبو العنين بيخاف من الطيور المفترسة زي النسور. هذا صحيح فعلا. أبو العنين، فين النسر؟ فين؟ بخايف أوي. طب ومن فين حنجيب نسر مفترس دحين؟ نروح قناة المسرح، أعتقد عندهم ملابس كتير هناك، وأكيد حنلاقي ملابس نسر مفترس، بس ياليت ما يكونوا معلقين إلين دحين. الجناحات دي محسساني اني بطير فعلا. انتوا انقذتوا قريتنا، انقذتوا العالم كله من معركة الذكاء الاصطناعي. ارجوكم اقبلوا الهدية دي. ما في شيء في يدك. ده اكيد طبعا، ده انترنت عضوي لاسلكي هوائي. فين دكتور ابو العنين منظور؟ هو النسر مشي خلاص. اي بلي باي كناطير. راح تطيحنا. فاكر نفسه بيطير زيي. تسلم يدك يا بريش، من جد الجدار شكله حلو. قديش فاضل لك تقريبا؟ انا قربت خلص، بدي خلص بسرعه مشان اخذ الاولاد على جنينه وايلد ويست اللي فتحت جديد، لاني وعد فتوش. هنا. هاي هاي هاي، حلو قوي. شوفوا عم فلافيلو ايش بيسوي يا ترى. يا اولاد تعالوا جنبي بسرعه، هذا الرجال ما له مضمون ابدا. فهموني هو ليش عم بيعمل هيك. ما حصلش حاجة خالص. اسف فلافيلو السريع. تمام. يا ترى متى حيستسلم فلافيلو؟ ايه
على فكرة سمعتك يا ليف. دي نهاية حركتي العظيمة الرهيبة قوي. يلا يا فلافيلو. وانتوا بقى تبعاني فريق درغام، شكلها في ماتش مهم هنا، بص عليهم كده. ها فلافيلو، انت مو شايف شو اللي عملته هون؟ انا هيك رح ضل طول اليوم وانا عم نظف الاولاد. انا رايح يا درغام. بس الجدار رح يضل كده؟ معليش رح كملها بيوم تاني. خود التذاكر، اكيد ما رح نلحق نروح. بعد ما حمم الاولاد ما رح ينفع نطلع لبرا، خلاص. اخ يا فلافيلو اخ. مع السلامه يا فريق اللي ما عرفتوش. جيو جيو جيو. وو وو. استحموا كويس عشان تكسبوا. بابا يا بابا، هذه التذاكر مجانيه، احنا حنروح حديقه وايلد ويست. ايوه يا ابني يلا نروح، حنتحرك من هنا الين وايلد ويست واحنا بنغني اغنيه تذاكر مجانيه. تذاكر مجانيه، تذاكر مجانيه، كيف نتونس بلاكي؟ يا ليت كل شي جميل زيك، حنا مبسوطين معاكي. تذاكر مجانية، تذاكر مجانية، ما دفعت فيكي ولا دخول. أهلا بكم، سأراجع تذاكركم. طبعا اتفضل. لكن هذه تذاكر مجانية غير مسموح الدخول بها. إيش؟ حسناً أمزح معكم، هل صدقتم؟ انظروا أنا أيضاً ربحت آيس كريم مجاناً منذ قليل، والآن يمكنكم الدخول يوماً سعيداً. شكراً. تذاكر مجانية، تذاكر مجانية، كيف نتونس باقي؟ تذاكر مجانية، تذاكر مجانية. اسكتوا بقى، أنا واقف هنا بقالي ساعتين بحاول أقول كلمة. خلاص عرفنا إنها تذاكر مجانية، اسمعوني بقى. إيش اللي أنت لابسه هذا يا عم فلافيلو؟ ما لقيتش لبس كاوبوي ولا هنود حمر ولا صفر، في الآخر ادوني لبس الصبار يا ليث. أنا متضايق قوي، أنا مالي ومال الصبار؟ لا يا عم فلافيلو، الصبار مهم في حياتنا. طب عشان التريقة بتاعتك دي، تعال أديك حب. كفاية هتعورني. أعزائي المشتركين، أنا مدير المكان، وزي ما أنتوا شايفين طبعاً فتحت مكان أكتر من رائع. برافو يا مدير، من جد يا زين ما سويت. متشكر ليك قوي. في مهمات سرية كتير مستنياكم في الجنينة، اللي هينفذ المهمات كلها ويخلص اللعبة في أسرع وقت هيكسب معانا شوال كبير مليان ذهب. لا خالص ما سمعتوش غلط، أنا فعلاً قلت شوال كبير مليان ذهب. سؤال كبير مليان عنب؟ أنت سمعت غلط، مفيش حاجة اسمها سؤال كبير مليان عنب، أنا قلت شوال كبير مليان ذهب. لحظة معلش، بجد هو ما قالش عنب؟ ودلوقتي هنفتح الأبواب، مستعدين؟ ابدأوا يلا. طالعوا المكان هذا؟ كأننا موجودين في فيلم. شايفين في قطار لعبة كمان، المكان هذا كبير كذا. خلاص أنا مرة مبسوط. طيب إحنا كيف هنعرف مهمتنا؟ لازم أفوز وآخذ الشوال الكبير اللي مليان ذهب. أنتوا قصدكوا الشوال ده؟ قرصان وعصابته موجودين هنا؟ ومعاهم معاهم معاهم الشوال اللي بندور عليه. كلهم لابسين طواقي وماسكين أسهم وشكلهم حلو، وما عنديش قوة خاصة ومعيش حاجة. أنا مش بس مجرد ديكور، ديكور وبشوك. انتباه انتباه، قرصان وعصابته دخلوا لعبتنا واستخبوا، وفي الآخر سرقوا جايزة الشوال الكبير اللي مليان ذهب، اللي بجد تعبنا جدا لحد ما عرفنا نخبيه. قولي فرحان على ايه بس يا عم انت؟ معلش انا صبار ممل جدا ومش عارف اعمل ايه. انا خلاص هغير مهمة اللعبة، اسمعوني وركزوا في كلامي كويس. اللي هيمسك فيكم قرصان وعصابته هيكسب معانا الجايزة. هيا أسرع. ماذا أفعل هذه سرعتي؟ لو ركبنا القطر هنعرف نهرب بسهولة. القطر هيوصلنا بسرعة للفتحة اللي دخلنا منها الصبح. العصابة نطت وركبت القطار؟ شوفوا شوفوا، القطار هيلف في الأخير هناك وهيجي يمر من هنا بالضبط. لسه قدامنا وقت إلين ما يلف. محتاجين نجمع الأشياء اللي حوالينا ونقفل عليهم الطريق. صح، يلا بسرعة. أهلا بيك يا أخ صبار، معلش مضطر أشيلك أوديك هناك. انظروا، درغام ومن معه أغلق الطريق. تمام خلاص يلا بسرعة. رجلي اتزنقت. يلا يا بابا. ماني عارف أطلع رجلي، فلافيلو تصرف بسرعة. تمام. ايش
بحاول أوقف القطر عن بعد بالقوة الخارقة. أنا السبار الراجل الكبار. اهرب وانقذ نفسك يا ابني. سيبني خلاص وروح أنت علي. هذا قطار لعبة آخر يعور رجلي. لا يا بابا. قوة السبار. عملتها. قوة الصبار نجحت أخيراً. يا ترى ممكن أعمل إيه كمان بقوتي الجبارة دي؟ تعتقد أقول إني لما انخبطت اليد الطريق تغير؟ لا تقول له، خلي المسكين يفرح. تمام، خلاص طلعت. يبدو أنهم تمكنوا من تغيير اتجاه القطار، وفي هذه الحالة لن نصل مطلقاً للمكان الذي نريده. أنت عندك حق، إحنا بعدنا عن الفتحة اللي دخلنا منها الصبح. عاوزك تحاول تبص حواليك كده وشوف هي موجودة فين. حسناً يا قائد. لا يا قائد، لدي خبر سيء جدا. اوعى تكون سرنت القطر باظت. لا بالعكس، تعمل جيدا. اعد تشغيلها مجددا يا طومان. انا كده اطمنت. لكن الخبر السيء انهم اغلقوا الفتحة الخاصة بنا. مش معقول، ده اسوأ من السرينة فعلا. اذا لم نخرج من هنا سيمسكوننا يا قائد. احنا مش هنستسلم. انا جات لي فكرة حالا، احنا ننط في كوام التبن دي ونستخبى فيها. حسنا يا قائد. اذا انتظر الوعيد تشغيل الانذار مرة اخرى. يلا بينا. يا جماعة مش عارف اقلع اللبس ده، السوسته باظت مني. اعمل ايه؟ حران مرة وانا ابغى اشرب. كله يسمعني ويركز كويس. انا بصيت في الكاميرا من شوية ولقيت قرصان وعصبته رايحين على البنك اللي موجود في القرية، وقفلت المخارج لحد ما نمسكهم. يا مدير كتير شوب، حدا يعطينا شوية مي. هديلكم نصيحة تنفعكم، الصبار معروف انه بيخزن جواه مية. لو جبتم صبارة وقسمتوها نصين هتلاقوا جواها مية تقدروا تشربوها. ايه اللي انت بتقوله ده يا فندم؟ بصوا في صبار هناك اهو، كبير وشكله مليان مية. شكله مليان مية. يا ماما يا جماعة، انا مجرد صبار ديكور. فلافيلو اهرب. هو يا هي هو يا هي، انت انزل بسرعة من العربية، محتاج اهرب. بس انا عندي شغل. مش مشكلة خالص، دول فاكريني صبار بجد وهيجوا يسيبوني نصين. انزل بسرعة. الصبار الكبار اللي بيشوي الجاي وسعوا. فلافيلو استنى. يلا بسرعة. ادعس بنزين يا فلافيلو. يلا ها، محدش يتحرك. دي عملية سطو. نعم، من المؤكد أنها ليست شيئاً آخر، ليست زلزالاً مفاجئاً، إنها عملية سطو. فرجاءً لا تسيئوا الفهم. تمام يا طرزان، خلاص كفاية لوكلوك. دي عملية سطو بالموز وممكن تبوظ. اهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. فضي المكان دلوقتي بسرعة. اهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. تمام، اهلا بيك. خلاص، هو انت ما بتسمعش؟ قلت فضوا المكان. اهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. يا قائد، انهم ليسوا حقيقيين، يبدو انهم آليون. طومان، هيا قم بتعطيلهم. اهلا وسهلا بكم في بنك الحوافر. شفت اللي حصل؟ مرة زمان قالوا إن الناس هتقعد في البيت والآليين هياخدوا مكانهم. المهم دلوقتي شغلنا بقى أسهل. يلا هاتوا الديناميت علشان عايز نشتغل على مية بيضة. وقف يا فلافيلو، وقف. خلاص وصلنا. مش عارف أوقفها، الفرامل ثابت مني. هندعس أحد. وقف. أهلا بكم، يوم جميل أليس كذلك؟ فوتوري فوتوري، اهلا بكم، يوم جميل اليس كذلك؟ اهلا. الراجل بيعيد كلامه، الكاوتش اثر عليه. انت كويس يا صاحبي؟ تقريبا هدول آليين، هذا المكان كله آليين. طيب كويس، ما هم حقيقيين. طرزان اسكت شويه يا اخي. يا مدير، انا عارف انك شايفنا. اسمعني كويس، ابعت لنا طياره هليكوبتر حالا، ولو ما ساعدتناش على الهروب هنطير البنك ده ونبعته للفضاء. نعم، وسيصبح اسمه بنك النجوم. ايوه، لازم نسوي اي شيء. انا عندي فكره، انتوا اشغلوهم وانا هروح اكلم المدير. كيف حتلاقي المدير يا ولد؟ ما حد عارف مكانه فين اصلا. انا راح امشي وراء اسلاك الميكروفون هذا لين ما اوصل للمصدر. يلا عشان نلهيهم يا فلافيلو. سيب لي الموضوع ده. يا مدير انا بكلمك، رد عليا. هطير البنك. يا قائد،
يبدو لي أنني رأيت شجرة الصبار هناك تتحرك. صبار إيه؟ مفيش صبار بيتحرك. كأنها تحركت بعض الخطوات. أنت شكل الحر أثر عليك جامد. انظر بابا بابا بابا، أنا أتكلم جديا، تحركت حالا. أنت بتهزر يا ابني. يا قائد، الصبار يضحك أيضا. أيوة، ما أنا كمان سمعته بنفسي. طب تفتكر بيضحك ليه؟ صراحة أنا لا أعلم. طلعوا الموز بسرعة. فعلنا يا قائد. ده فلافيلو. قوة الصبار. رجل الصبار لا ينهار. ما الذي يحدث؟ بابا البس الجواكت هذه بسرعة. يا ترى ايش اللي بيصير؟ فلافيلو اغمى عليه؟ مو مهم، انا هعرف البسه. قائد، تعتقد اي شوال يخصنا؟ يعني ايه انهي شوال؟ هو راح فين؟ يا قائد، جميعها اختلطت معا، وانا لا اعرف اي منها يخصنا. انت ازاي بس ضيعت الشوال يا طرزان؟ انهي واحد؟ انهي واحد؟ ليس هذا وليس هذا. بابا، هذا مغناطيس الذهب، هذا هو اللي حينقذكم. اصحى يا فلافيلو، البس هذا. الحق، ده الشوال بتاعنا طلع بيطير. امسكوا امسكوا. الشوال ده كان بتاعي، هتشوفوا دلوقتي. انا هدمر لكم البنك بتاعكم. يا قائد، يبدو انه ورق ملون وليس ديناميت حقيقي. ما تضحكش يا طرزان، ما تضحكش، ما تاكلش الموز يا فالح، ذكي قوي. انتبه انتبه، انا ضابط هذه القريه وجيتني القبض عليكم انتم الثلاثه، لن تهربوا. الحقونا الحقونا. برافو يا ليس، احنا عرفنا ننقذ شوال الذهب بسببك. الجايزه دي من حقكم انتم. يا سلام. اولي فلافيلو يا فلافيلو. في ايه؟ احنا طايرين. يا مامي. فلافيلو يا فلافيلو، انت انقذتنا كلنا بقوة الصبار الجبار. واحنا فزنا بشوال الذهب. ايه؟ ما اقول كده؟ لولولي، اكيد بتهزر، انقذتكم. لولولي، هيغمن عليا من الفرحة. اغمن عليا. طب يا ترى اقول لهم ان اللي كسبوه ده مش ذهب حقيقي؟ وانه حديد وانا سبخت اصفر زي الذهب؟ ولا اقول لهم بعدين، بعد ما ياخدوا الصدمة؟ عندما تتحرك الطائرة إلى الأمام يحدث اختلاف في الضغط بسبب جناحيها، وبهذه الطريقة ترتفع في الهواء. تمام، كافي معلومات إلين كده، ممكن نلعب مع بعض شوية لو سمحتي؟ هل تعلم كم عدد السنوات التي رادان؟ تمام تمام، معكم كابتن طيار ليث. البرج البرج، أطلب إذن الهبوط. انذار انذار، توجد طائرة في ممر الهبوط والعنود لم تسمح لها بالمغادرة. من جد تسلم ايديك يا ضرغام، بتسوي فنجان قهوة مضبوط آخر مزاج. من اليوم انت اللي حتسوي لنا القهوة. طيب انا حقول لك الحقيقة، انا ما سويت القهوة هذه بنفسي، انا طلبتها دليفري. انت احسن صديق لي يا عم الساندويتش، خلاص اتعودت على وجودك جنبي، مش مصدق انك ممكن تخلص يوم من الايام. كنت اتمنى اقضي معاك فترة اطول يا صاحبي، يا ما لعبنا سيسو في الجنينة اللي جنبنا مع بعض، كمان لعبنا عربيات سوا وكنت بكسبك، واتفرجنا على التلفزيون، وعزمتك على العشاء في المطعم، وكمان كنت بعمله سندوتشات صغيرة لما جوع. حقيقي يا بختكم، انتم محظوظين مرة، كلكم عندكم اصدقاء واصحاب، لكن أنا وحيد مرة، أبداً ما عندي أي أصحاب. تعرفي أني بكون مبسوط جداً لوجودك جنبي يا رزاق. أنت مو بس أخ، أنت كمان أحسن صديق لي يا ليث. صراحة إحنا ربينا الأولاد كويس على المحبة يا ضرغام. الفضل ليك يا العنود، أنا من جد أقدرك. أنا كمان من جد أقدرك يا ضرغام. عمري ما حسيت بالوحدة بعد وجودك في حياتي يا صديقي الساندويتش، صديقي اللذيذ اللزوز. كفاية، كل واحد فيكم عنده صديق وأنا ما عندي. خلاص، أنا قررت أروح دار المسنين، أبغى يكون لي أصحاب من نفس سني أقدر أتونس معاهم. إيش؟ ممكن أخدك ونتفسح في الجنينة يا أبو السباع، وأكيد صديقي الساندويتش هيجي معانا. بابا إيش بتقول، دار مسنين؟ إحنا كلنا بنقدرك، قول لنا إيش اللي مضايقك يا أبو السباع. هرجتك مو مظبوطة مرة،
انتوا عايشين مع بعض على كيفكم، لكن انا خلاص طفشت واخذت قراري، قرار نهائي. شوفوا، انا لقيت مكان يناسبني، واكيد طبعا حلاقي اصحاب كتير في نفس سني وحتونس معاهم. بس انت لو رحت راح توحشني مره يا جدو. لا 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 لا, لا. انا مو سامعك. ادري انك لو اخذت قرار ما في احد يقدر يمنعك، لازم يا ضرغام تروح تتأكد من المكان بنفسك. عايز تيجي معانا نتمشى يا صديقي الساندويتش؟ ايه؟ معقول مش عايز؟ يبقى الوداع، دي نهاية حكايتنا. ذهب مع الكاتشب. هذا هو مكان مناسب للي مثلي. شوفوا كده كيف كل شيء جميل. أكيد راح يكون عندي أصحاب كتير مرة. بابا أنت متأكد من اللي حتسويه هذا؟ طبعاً مكان جميل وحيكون لي أصحاب كتير. بس يا بابا أنا حاسس إنك تسرعت في قرارك اللي أخذته، كل شيء عادي هنا وما في أي شيء مميز. يا سلام على الحفلات الجميلة، أهو كده الكلام ولا بلاش؟ تشك 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 بابا! إيه اللي بيحصل ده؟ تشك فيه تشك تشك إيه ده؟ أنا رايح فين؟ واخدني كده ورايحين بيه على فين؟ الحقوني أنا كمان بتحرك. إيش قاعد يصير ها؟ كل شيء قاعد بيتحرك في المكان. صدقوني يا جماعة، أرجوكم لا تخافوا، يبدو لي أن النمل احتل المكان كله، ومن الواضح أنهم لا يمزحون الآن. أخذوا دار المسنين وحولوها لبيت خاص بهم. لا تقلقوا أبداً، أنا مسيطر. بابا أنا ماني مطمن للمكان الغريب هذا أبداً، ارجع معايا للبيت عندي أحسن. لا طبعاً يا ضرغام، الحل بسيط. أدري أنكم مفتشين سريين مرة أذكياء وموهوبين وتقدروا تحلوا اللغز. عجباني أوي الحكاية دي يا جدو، إحنا لازم نحل اللغز ده بسرعة سريعة متسرعة. يلا يا ضرغام معايا، دي شغلنا سهلة أوي على المفتشين العظام. أنا قلبي مو مطمن. المشكلة ببساطة إن في أعداد كبيرة من النمل، فلازم نلاقي طريقة عشان النمل يرجع بيوته. بس كيف يا ترى؟ ما تديني فرصة وأنا هتفاهم معاهم بلغة سرية حديثة ما عرفهاش. هاني كده بطة بطة هطة هطة، واسمع دي كمان، اسمع هطة بطة هلا هلا هطة بطة تلا بطة. فلافيلو، النمل ما رح يفهم الكلام هذا. أنا عندي فكرة أحسن بكتير. هذه هي سيارة آيس كريم. عارفين إن النمل يحب الحلويات، أنا متأكد إنهم حييجوا هنا بنفسهم، ولما يخرجوا نقفل الأبواب من جوا كويس. أنا بحب الآيس كريم، بوم أحبه أوي خالص. خطة لذيذة فعلاً يا ضرغام. دواني شوكولاتة دي. استنى دقيقة يا فلافيلو، هدول عشان النمل. فلافيلو ضرغام، فلافيلو الآيس كريم. هذا مو الحل، لازم نتناقش معاهم بالكلام أفضل. المفروض كل مجموعة نمل عندهم ملكة تحكمهم، صح؟ نتناقش معاها ونعرف طلباتها. أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم. قولي لي، أنتوا ليش أخذتوا مكاننا وطردتونا برا؟ أنا كنت ناوي أقعد هنا وأدور لي على أصحاب، دمرتوا أحلامي. أنا آسفة جداً، لم يكن أمامي حل آخر. بيتنا الذي عشنا فيه قد غرق، فوجدنا أقدامنا تقودنا إلى هذا المكان المناسب. كان لابد أن أجد بيتاً ملائماً يليق بمجموعة النمل لكي نعيش فيه بديلاً لبيتنا القديم الذي غرق. ما ينفع تسكنوا هنا لأن في ناس ساكنة هنا بالفعل. نحن نريد استرجاع بيتنا لكن مع الأسف تدمر. لو استطعتم إيقاف الفيضان يمكننا الرجوع. أمامكم حتى غداً وإلا سنأخذ المكان. كده مهمتنا ننقذ بيتكم من الفيضان عشان ترجعوا له. بسرعة من فضلك أعطينا العنوان. حديقة المنزل الكبير هناك على اليمين. يلا يا فلافيلو معايا. الحقوني يا جماعة، إن بريش رح يوقعني على الأرض. الحقوني يا عالم. يا ليت، روحي في الحنفية الموية بسرعة. الحنفية ما عم تشتغل. لا تخافي أنا جاي أنقذك. الحقوا علي، الحقوا علينا، نحن الاثنين نطيح على الأرض. أهلا فيك. انت ايش اسمك؟ لازم نتصرف بسرعة، وانا عندي الحل. هذا نجح، لازم نسوي زيه بالضبط. عندك حق، فكرة كويسة. انا لازم انجح. كده احنا حلينا نص المشكلة.
أنا حابة أتشكركم كتير. أنا اسمي سوزانو هايدجناينتي. حلوة صح؟ بس فيها مشاكل كتير وتقريباً كل يوم بتخرب. أنا طلبت الصيانة شوي ورح يوصلوا. كل يوم بيصلحوها بس الغريب إنها بترجع تخرب. هيون هيون وصلوا. إحنا جينا زي ما طلبتي. بيتهيألي عندك مشكلة في السباكة تاني. قرصان وطرزان؟ من متى بتشتغلوا في السباكة؟ أنا ماني مطمن أبداً للموضوع هذا. بليز اتصرفوا جنينتي، عم تغرق الجامعة. لاحظت وكل حاجة هتتصلح. تعال معايا. ما أجيز أبداً إنهم يفهموا في أي حاجة في السباكة أو في غيرها. أصلح هذه الماسورة واخرب الماسورة تلك. هل تعتقد بالفعل أننا عمال سباكة؟ عندك حق. طب أنت خلص اللي في إيدك بسرعة. درغام واللي معاه شاكين فينا. هركب الصمام ده هنا. كده تصلحت. حد يشوف كده؟ أخيراً. سوزان هانم، اسمحي لي أشوفهم. أنا مو مطمن أبداً للاثنين هدول. ما تقلق من هيدا الموضوع. صحيح، اللي بقى أنت شو اسمك؟ أنا أبو السباع، زعيم السحاب الطاير، حاكم السبع بحور، المحارب القديم، بياع الزبادي. بياع زبادي؟ أنا محارب الأشهار، الفارس المغوار، وقوي زي ما أنت شايفة. أنا أول مرة أشوف جدي كده. تعال نبوظ الماسورة دي. هي كده باظت. يلا نتحرك من هنا. انتوا ما حتروحوا اي مكان يا محتالين. يا درغام، يا ليث، يا الشرطة. وطي صوتك يا ما تندهش على حد. ايش اللي بيصير هنا؟ الاثنين دول محتالين يخربوا السباكة عشان يرجعوا يصلحوها. يعني تطلبهم ويرجعوا ياخدوا منهم فلوس كمان. اخص عليهم. قرصان وطرزان، ما كنت متوقع منكم هيك. كنت متوقع. وإيه يعني؟ ما كنتش أعرف إنكم هتكشفونا بسهولة. يلا نجري. فلافيلو، يلا دحين. دلوقتي إيه يا درغام؟ فلافيلو قوم بسرعة، اتحرك دحين. كده يعني؟ لازم ننفذ فوراً الخطة به. طرزان اتحرك يلا، أنا هخلع الصمام ده. هيدا الصمام الرئيسي، هيك البيت حيغرق. حدا يساعدني بترجيكن. أنا ما أبغاك تقلقي نهائياً يا هانم. راح أتصرف وحل المشكلة العويصة هادي. بس الأول لازم نكب الموية. قولي لي في كم مخرج موية؟ بالحقيقة ما بعرف، أنا ما عندي أي فكرة. أنا الصراحة ما عديتن قبل هيك لأني بالحقيقة عايشة لوحدي بهيدا البيت. طيب اتذكري بسرعة أي مكان ممكن الموية تخرج منه. ممكن في الحوض، في البانيو، في أرض الحمام، في المطبخ. أي مخرج قريب نصرف منه الموية. ذكرت في مخرج مي قريب بنص الصالون بالضبط. لو قدرت توصل له رح نقدر نصرف المي. انتي ليش عندك مصرف موية في نص الصالة؟ شفتها بفيلم، فكرتها عجبتني وقلت أكيد رح أحتاجها بيوم. ساعديني أوصل إلين الشباك هذا اللي هناك ده. شفتيه؟ احنا بنجري كده ليه يا درغام؟ علشان نمسكهم، لازم ياخدوا جزاءهم على اللي عملوه. ارمي عليهم اي حاجة. ألقي عليهم معي من البطاطس. ارمي بسرعة. وقفوا مطرحكم ما تتحركوا. يلا يا طرزان اتصرف انت معاها. قوة الغوريلا. لازم ألاقي مصرف الموية بسرعة. أكيد موجود هنا في الصالة. هي قالت في النص. رجلي انحشرت في حاجة. هي هذه سدادة مصرف الموية. لو اللي في بالي صحيح هتكون مشكلة كبيرة. أنا صرت سدادة مصرف الموية. إحنا هنقول لكم كل طلباتنا. طلباتنا؟ لم نقم بإصلاح أي شيء. هل سيستجيبون بسهولة؟ ده هيخليهم يتلخبطوا أكتر ويدينا فرصة للهروب. أيوة، هنقول لهم طلباتنا. 4 سندوتشات كبدة واتنين عصير مانجا. وأيضاً أطلب غزل البنات لأني يحبه. وكمان غزل البنات. أنت عايز غزل البنات؟ هاتلو بقى، ما تكسفوش يا درغام. جتني فكرة. بابا انت متذكر اللي صار لعم فلافيلو لما نمسك الايس كريم؟ ممكن ننفذ نفس الخطة مع غزل البنات. فكرة عبقرية يا ليث. فلافيلو جيب لنا غزل البنات ومشكلتنا حتنحل. فلافيلو انت ليش جبت البياع؟ اصل انا متحمس جدا يا درغام، وبعدين ده بينغم كمان. سمعهم كده. غزل البنات.
يا أخي بترجاك خلاص اتركني روح. انت راجل سكرة حنزلك. قرصان جبت لك غاز للبنات اللي انت تبغاه. اهجد وانزل عشان تاخده مني. انزل وحنا حنتفاهم بالكلام ونقدر نحل المشكلة. نحلها بس ادينا غاز للبنات في الأول وإحنا نتفاهم بعدين. أصلا أنا جعان قوي. هم هياكلوا غاز للبنات لوحدهم يا درغام؟ ده حتى أنا اللي جايبه. دحين رح تفهم أنا ليش سويت كده يا فلافيلو. لا ليه كده؟ ما الذي يحدث؟ لا أصدق. الحقونا. أحسن النمل حيتصرف معاكم بمعرفته وكده تخلصنا من اللي غرقوا بيوت النمل ودمروه. ماني عارفة كيف بدي أتشكركم يا جماعة. ما عندي مانع لو زرتوني من وقت للتاني. أبو الإسباع أنت كتير قبضاي مثل ما قلت. لو بتسمح لي فينا نضل أصدقاء عن جد شي كتير بيسعدني. أنا مرة سعيد بصداقتنا يا سوزان هانم. من فترة وأنا حاسس بالوحدة. ما كان عندي أصدقاء كتير للأسف أبداً. جدي طالما حيكون عندك أصدقاء يعني حتعيش معانا في البيت زي زمان صح؟ أجل يا ليف أجل. بس للأسف أنا جنينتي الحلوة خربت على الآخر. والنمل ما راح يقدر يرجع بيوته الغرقانة ولا حتى نزلاء دار المسنين. النمل أخبرني بكل ما حدث وأدركت أن هذين هما السبب في كل ما جرى. والآن عليكم أن تحلوا هذه المشكلة كي نستطيع العودة. تسببتم في المشكلة وعليكم حلها. أنت بتحلمي يا نمل. خلاص تمام اللي انت عايزاه. كيف تريدين منا ان نحمل كل هذه المياه؟ امسكوا كاستيل المويه هدول اكيد هتحتاجوهم مره. برافو عليك كده رح ياخدوا 10 سنين على الاقل. انا متعب جدا. طيب ممكن كوبايه شاي او اي حاجه نتغدى مثلا؟ انا تعبت جدا مش قادر. الهروب الغامض الهروب الغامض. تذاكر مجانية لكل الناس اللي رح تيجي اليوم بمناسبة الافتتاح. ايش ده؟ شامم ريحة شاي مجاني. اوه وانا كمان يا درغام مناخيري شم ريحة حاجة مجانية. تاني دحين حيغنوا اغنية تذاكر مجانية. تذاكر مجانية تذاكر مجانية كيف نتونس بلاكي ياليك كل شيء جميل زيك حنا مبسوطين معاكي. أقول لك نبغى من التذاكر المجانية هادي. طيب بتحبوا أشرح لكم شو هو الشيء المجاني؟ لا مش طالبة سكوت بقى واديني التذاكر المجانية في إيدي. طيب تمام. تفضلوا تذاكركم تقدروا تفوتوا من هون لو سمحتوا. حسعيد حظ سعيد. ها احنا اخذنا تذاكر مجانيه كيف حنصير محظوظين اكثر من كده؟ تذاكر مجانيه. المكان هذا مره مظلم. انا خايف مره ماني قادر اوصف قد ايش المكان هذا مرعب. اسف يا درغام عديت دماغك باي ميستيك. وانت ليش تعود راسي يا فلافيلو؟ ما هنا لازم افتح بقي على الاخر عشان اعرف اشوف في الضلمه كويس. وايش علاقه فمك بانك تقدر تشوف؟ انا بقى بفكر كده محدش يتدخل في تفكيري. انا هفتح بقي. في طاوله هنا وفي شيء موجود عليها. كشافات محتاجينهم. عطني واحد. مين ده؟ قولي يلا قول. مين ده؟ يلا بقى قول انت مين. مين ده؟ قولي يلا قول. قوله بسرعة. اهدى شوية يا عم فلافيلو. طيب حاضر بلاش تخوفني. مش حسيبك تخوفني. سيبكم من فلافيلو. ليث يا ولدي حنا دخلنا هنا بس عشان التذاكر المجانية. بس ايش اللي بيصير؟ بابا هادي لعبة الهروب من بيت الرعب. يبقى انا لازم اهرب بسرعة. انا خايف قوي. مفيش اوكرة باب. مفيش اوكرة باب. الصوت ده جاي منين؟ مين اللي بيتكلم؟ بو بو ايش؟ ايش هذا اللي بتقوله؟ انت مقتنع ان هذا الصوت رح يخوف الناس؟ ايه ده؟ هو بجد ما كانش مخيف؟ طب وكده؟ ده مضحك شوية زي النكتة البايخة مرة. اخرجي انت من اللعبة. المهم لو عايزين تحلوا غموض البيت ده ادخلوا من الباب اللي على جنب وحلوا الالغاز اللي جوه. انت مو مبدع بالمناسبة. طيب يلا ندخل الغرفة. ايش الغرفة اللي مليانة تراب هادي؟ يا ليت ما يجي لنا اي مرض. المهم احد فيكم شاف اي دليل؟
بصي انا لقيت هيكل جردل ينفع معاكي؟ هذا مجرد صوت البلاستيك يا فلافيلو. لا ده في عظم جواه. بصي يا ترغام. ايوه هذه عظام فعلا. ايوه صح يا بابا، المس كل شيء، الميكروبات بتجيك. ايه عندك حق. هاي انا يدي بدأت تحكني من دحين. طلعوا ايش مكتوب في المراية؟ نطوا ثلاث مرات وانتوا بتقولوا سمك مك. اعملي فيها ظهر يا زان. هذا اي شيء بس حاضر. سمك مك سمك مك سمك مك. ايه ده، مين اللي كتب الكلام ده؟ مفيش اي سمك في اللعبة. انا كتبته. هاي يا جماعة انا حاسس بشيء غريب، ممكن يكون جاني فيروس من العظام اللي مسكتها. ابغى انام، ماني قادر. احب هذا المسلسل جدا. اين الملك؟ اخبروني اين. فلتقولوا من انتم. هيا خذ حضرك يا ملك. ما الذي يحدث هنا؟ من انتم بالضبط؟ ارجوك لا تقلق، لكن أخبرني ما هذا القصر الكبير والجميل. يا ترى ما رأيك لو استضفتنا عندك هنا في القصر؟ ماذا؟ أنت ميكروب خطير، لن تعيش معي ثانية واحدة. عيب، هذا الكلام لا يليق أبدا بأشخاص يتمتعون بقلوب طيبة. يا رجال احبسوا هذا الملك والذين معه. هيا هيا افسحوا الطريق. والآن أنا سأصبح الملك الجديد هنا. بابا انت كويس؟ ناري ناري ناري. الاسعاف جت خلاص يا درغم، مش عايزك تقلق. ناري ناري. ها قولي يا دكتور، فهمني بابا ايش بالضبط؟ بيكون انصاب بفيروس خطير جدا من شي محل، ومع الاسف فقد كل مشاعره. اكيد من العظم اللي مسكه. هاي انت مالكش دعوة، انت زي الفل، المهم انك ما تزعلش. ها كيف يعني؟ ايش قصدك بفقد مشاعره؟ ماني فاهم. بالمختصر المفيد من هون ورايح ما راح يضحك ولا يبكي ولا يزعل ولا يعصب. انت متأكد؟ طب بص انا دلوقتي هعصبه ازاي. انت من جدك ماشي بتورتة الكريمة هذه طول اليوم؟ لازم نرجع مشاعر بابا زي ما كانت. يا ترى هنقدر نسويها؟ اكيد هنقدر. درغام يلا بقى ارجع. عملية الاضحاك. درغام اجهز للضحك. ايه ده؟ بسكوت بيطير؟ ده ما طلعش حلم خالص. تعال هنا. انت رايح فين بس؟ ما تهربش مني. تعال هنا، قلت لك تعال هنا. هكذا ما ينفعش. ضحكت عليك. فلافيلو. هي بقت كده ماشي. انا هضحكك اكتر. هتضحك دلوقتي من قلبك بجد يا فلافيلو فندي. يا نجمي انت، لكن غلط، لازم تتحرك، البوليس قادم. شنو؟ بجد سجننا. الحقوني يا بابي. الإشارة قفلت. لا صبر لا. ثلاثة اثنان واحد صفر. واضح تعرض لشوك. لو بابا ما ضحك على كل هذا يعني ما رح يضحك. ما ابغى اقول كذا، بس ممكن ناخذ بابا الدكتور ابو العينين، ايش رايك؟ واضح ان ما في قدامنا حل تاني. واضح ان مفيش قدامكم حل تاني. قول لي اعمل ايه في موضوع الشوك ده يا دكتور ابو العينين؟ نام على جنبك اليمين واعمل تمارين واشرب ميه كتير. بص بيحصل ايه لما بشرب ميه كده. انت كده ليك مميزات كتير جدا، بس انت اللي مش عارف قيمتها كويس. ها واهمها اننا نقدر نسقي بيك الزرع. كفايه كده سقي للزرع وساعدنا يا دكتور ابو العينين. ده
تمام تمام. الأول نلبس باباكم الخوذة دي علشان نقدر نعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. تمام كده نقدر نشوف إيه اللي بيحصل جواك بالظبط. إيه ده؟ الميكروبات اللي دخلت جسم درغام راحت قبضت على القلب وحطته في زنزانة. طيب دحين كيف هنصلح هذا الوضع؟ لقيتها، احنا ممكن نستخدم آلة التصغير الجزيئي بتاعتك وتصغرنا وندخل كلنا جوا درغام. ايوه في مرة زمان انت دخلتنا كلنا جوا فلافيله. ايوه انا فاكر طبعا، بس للأسف المكنة دي بايظة دلوقتي من ساعة موضوع فلافيله وهي ما تصلحتش. بس ممكن نجرب نستخدم بدلها آلة التكبير الجزيئي. تكبير كيف يعني؟ طالما مش هعرف أصغركم يبقى هكبر درغام. إيش؟ تمام، ده أمن مكان علشان نعمل التجربة بتاعتنا. ساعدوني أنزل الجهاز بقى. أفهم بس جبتولي مكان كله صبار ليه؟ مش كفاية اللي حصل فيا آخر مرة يعني راحوا شعوري. تمام، هاتوا درغام حطوه هنا في النص بالظبط وأنا هظبط الإعدادات. تمام، ابعدوا، التكبير الجزئي هيبدأ دلوقتي. التكبير الجزئي هيبدأ. هذا بيكبر فعلا يا أخوي. طالع قدامك أسد، انتبه. عندما قمت بتجربة دور الملك أنا أيضاً اتضح أنه جميل جداً. يا ملك لو سمحت غير القناة وألقي نظرة هنا، شيء غريب جداً يحدث في هذا الجسم لا أفهمه. مستحيل، كيف أصبح عملاقاً من دون أن نعرف؟ الآن أصبح الأمر مسلياً أكثر، خذني سريعاً إلى غرفة التحكم. تمام، المعدات جاهزة دلوقتي، يلا هدخلكم جسم درغام علشان تنظفوه من الميكروبات اللي موجودة جواه وتحرروا القلب بسرعة. طيب هنطلع كل هاد علين فم بابا أشوفه صار عالي. نسيت أقول لكم اللي انتوا واقفين عليه ده بقالكم 10 دقايق عبارة عن إيه بالظبط؟ واقفين على إيش؟ واقفين على أجمد اختراع، الترامبولين السريع الناقلة الرائعة المتعددة الوظائف. سامعيني كويس؟ لحظة روزان انزلي. ايوه كده سامعينك كويس. لازم تعرفوا الآلة دي لسه في مرحلة التجربة، فممكن درغام يرجع لحالته في اي وقت. كويس يا دكتور ابو العنين انك قلت كده دحين. الزنزان هناك، فلافيلو انقذ القلب بسرعة. فلافيلو حيحلها، ما تقلقوش. قوة الدبدوب، برافو، قوة الفلفول. شكرا يا بني، اذهبوا سريعا لغرفة التحكم واوقفوا هذا الميكروب الشرير. واخيرا اشتقت كثيرا الى هذا المرح. الحوض الغام ابتدى يتحرك. يا ترى فين هي غرفة التحكم هادي؟ المدينة بسرعة يا أولاد، لازم تتصرفوا يا إما هتحصل حاجات كتيرة وحشة جدا. هاي أنت ارفع إيدك حالا. بيعمل إيه؟ سيب بابا في حاله واطلع من الغرفة دحين. أوه كلام كبير من طفل صغير. فلافيلو أنت بتحرجني. لن يستطيع أحد إيقافي. حظك وحش يا ليف، رزان خلصت الموضوع. أخيرا عدت الملك مجددا، الآن أستطيع إكمال مشاهدة التلفاز كما كنت على راحتي. شكرا جزيلا لكم يا شباب، أقدر ما فعلتموه. العفو هذا الواجب. كل شيء صغير؟ إيش صار لكم؟ مش إحنا اللي صغرنا يا درغام، أنت اللي كبرت. هم دخلوا جسمك علشان ينظفوه من كل الميكروبات الموجودة فيه وأنا ساعدتهم. إيش؟ يعني هم كلهم جوايا دحين؟ أيوة، بس ما تقلقش خالص، هيطلعوا كمان شوية وإنت هترجع لحالتك. هو إيه اللي يحصل يعني لو لعبت شوية صغيرين من نفسي؟ امسك كده، العب كده، اجيبها كده، تلعب كده. ايش فيه؟ ليش بسوي كده؟ احد يقول لي ايش فيه؟ انا ماني فاهم. فلافيلو. ها؟
سلومي شو عم تعمل هون؟ عم بعربش يا جمجومي عادي، أنا كوالا بعربش على أي شيء. تمام فهمت يا سلومي، تركة بقى خلصنا. أي 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 طيب وين العنوان تبعي يلي كان هون؟ أكيد وقعت لما تعربشت عليها، أو يمكن يكون لزق وعلق فيك، قوم لشوف. أي 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 لا منو معي. خلاص ما لها مشكلة ما لها مشكلة، رح حطها هون وخلاص. تمام يلا خلينا نمشي. انطر رح تعربش عليك ونحن ماشيين. أحد دق على الباب، سمعتوا الصوت؟ أوي دول اللي بيخبطوا على البيبان، أنا خايف قوي تديان. إيش اللي مخوفك؟ تبقي قاعدة والباب بيخبط تروحي تفتحي عشان تعرفي مين وما تلاقيش حد، ده شيء مخيف. اسكت يا فلافيل ولا تخوفني. أكيد أرسلوا لي رخصة الطيران حقتي، أنا حروح أشوف مين بيدو. أمكم من متى وهي مهتمة بالطيران يا أولاد؟ شوفوا إيش لقيت، هدية محطوطة على الباب. بحب الهدايا قوي دي، أكيد جات لي أنا. يلا نفتحها يلا. يا ترى إيش موجود فيها؟ أكيد 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 فيها خفافيش لزاز وكيوت. خفافيش لزاز وكيوت؟ أيوان. أكيد أكيد أول ما نيجي نفتح الهدية الجاذبية حتصير صفر وحنطير كلنا في الهواء. أكيد أكيد الهدية هذه جواتها أطقم أسنان حلوة وجديدة. إيش ده؟ هذه عليها كارت. أنا آسف جداً سويت لك هذه. طرغام أنت إيش سويت لي بالضبط؟ أنا ما سويت شيء. طيب مين اللي سوالي الهدية هذه؟ يا أنت يا ليث أكيد. ومين قال إن الهدية حقتك يا العنود؟ مكتوب عليها اسمك يعني؟ أكيد جات لي أنا الهدية حقتي. وممكن تكون واحدة زميلتي أرسلت لي هي. يمكن جات لي أنا. أكيد هنلاقي فيها أسانسير. يا فلافيلو كيف بس الأسانسير حيكون جوا الهدية الصغيرة هذه؟ يمكن أسانسير متطبق عادي، ما تركزش قوي كده. أجدو الوحيد اللي يستحق الهدية في البيت ده أنا، عشان أنا أكبر 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 واحد موجود هنا. أنت مش شايف حجمي، مفيش أكبر من فلافيلو. طيب وإحنا كده كيف هنقرر مين فينا اللي هياخد الهدية هادي؟ عرفت، إحنا ممكن نعمل أحسن مسابقة موجودة في التاريخ، واللي يكسب ياخد الهدية. مسابقة 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 الهدية الغامضة تبدأ. ديرت 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 ديرت. فلافيلو إيش اللي جابنا لقمة الجبل؟ عشان هنعمل مسابقة ما تضحكش. ايوه بس ليش على قمة الجبل؟ عشان هنعمل مسابقة اسمها النكت الباردة، فكرة حلوة. ديرت ديرت ديرت. مرة حاجة طايرة في السماء بتنون، وقولوا لي يا شطار ايش هي؟ ايش بتكون؟ غراب مستهبل. ما ضحكت ابدا. تمام تمام دحين دوري. مدرس لغة عربية مربي كلب شرس، ليش؟ انت قل لي ليش. إجابة سهلة جدا، خايف من النصوص، دمها مرة تقيل. يا ترى يا ماما تعرفي ايش الفرق بين الليمون والزيتون؟ ايش الليمون بنسوي له منادة، لكن الزيتون ما بنسوي زيتونادة. يلا يلا اضحكي. لا يا ليث ما حتعرف تضحكني. انا حسألك، احد شاف عرفان؟ عرفان مين؟ الدوبرمان. اوه. انا دوبرمان واسمي بعد عرفان. انت جيت هنا ازاي؟ واخر متسابق معنا ابو السباع. سين سؤال انا اللي هسأله. قول لي بقى يا ابو السباع ركز، ازاي تحط اربع فعل كبار في عربية؟ انا لسه ما كملتش كلامي وانت خسرت على طول. بيد جرس. الو الو. اهلين فيكم بشركة الشحن. اضغط رقم 1 لتعقب الشحن، واضغط رقم 2 لاسعار الشحن، وبحالة وجود شكوى فسكر الخط. بقى كده طب انا هوريكم. ودلوقتي معدنا مع المرحلة التانية من المسابقة. مطلوب في 10 ثواني بس تجيبوا لي حاجة خفيفة، اللي هيجيب أتقل حاجة هيخسر. إيش المسابقة الغريبة هذه؟ كلنا شيء معقول. أنت بتشككي في نزاهتي يا رزان ولا إيه؟ تمام مستعدين؟
ابدأوا. ليش بتسوي كده؟ نبدأ بسرعة. ماني عارف ايش ممكن. انا ماني فاهم اي شيء. مش بتدوري ليه عنود؟ طالع وتعلم. ايوة الوقت خلص، وروني ما جبتوا ايه معاكم. انا جبت ورقة شجر، اظن ما في احد حيعرف يجيب اخف من كده. وانا جبت بكتيريا. اهلا يا اخ بكتيريا، وزنك كام؟ تمام تمام، المهم الوزن كويس. استنى درغام، انت جبت ايه؟ انا جبت الهواء. شوفوا انا ماسك الهواء في يدي، مو شايفين؟ مرة خفيف. تمام الفكرة عجبتني يا عنود هانم. يا ترى جبتي ايه؟ ما اعتقد حتلاقي اخف من رمش صغير. حلو قوي، يبقى كده الخسران في المسابقة دي هو رزان. مع السلامة يا رزان، خسرتي. سلام انتي. ايوان دلوقتي مرحلة اللي فاضلين، والان فاصل اعلاني قصير. تشكا تشكا، بالمسابقة ما فيهاش اعلانات، نكمل بقى على طول. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مع المسابقة بتاعتي. المتسابقين اللي مكملين معانا في المسابقة طبعا عارفينهم كويس، بس هعرفكم عليهم تاني. ليف الصغير، العنود ست البيت، ودرغام الهوائي اللي ماسك الهوا بايديه. سيبوا بقى يا درغام. هتركوا دحين؟ تركتوا، مرة خفيف أصلاً. المرحلة اللي جاية صعبة، اللي هيطير ليها أكيد هيوصلها. ابدأوا. إيش؟ طيران؟ إيش بتقول يا عم فلافيلو؟ إحنا كيف حنطير بس؟ لازم أطير بسرعة. لازم أطير دحين. أخيراً قدرت أستفاد من رخصة الطيران حقتي. هادي سوتها وطارت فعلا. تمام، العنود راحت للمرحلة الجديدة معانا. دلوقتي حد فيكم عايز ينضم ليها؟ يلا بسرعة. مستعدين؟ اللي هيقول أكبر رقم هيكسب. 10. 1000. مليار. 100 مليار. 2 مليون مليار. بعد نصف ساعة. 100 مليون مليار مترليون. 200 مليون مليار مترليون. بعد ساعة. لا نهائي، لا نهائي، مضروب في لا نهائي. أيوة درغام، أنت الخسران. ليس هو اللي هينضم للعروض في الفاينل. عرفان منو؟ الدوبرمان. كل ما قعد أتذكرها أقعد أضحك. ودلوقتي جه معاد المرحلة الفاينل. يا متسابقين، جاهزين للأسئلة الرهيبة؟ جاهز. اللي هيجاوب صح على الخمس أسئلة يكسب. الفيل قبل البيضة؟ ولا البيضة قبل الفيل؟ ولا كله صح؟ سؤال مكار، الفيلة ما بتبيض. أبغى وسيلة مساعدة الجمهور. باب السجق. الإجابة الصحيحة باب السجق. إجابة صحيحة يا ليلى. إيش؟ السؤال الثاني، عمركم شفتوا في حياتكم فيل بيعوم؟ فلافيل وهو بيتروش. إيش السؤال ده؟ وإيش الإجابة هذه؟ العنود إجابة صح. النتيجة 1-1. دلوقتي السؤال الثالث، ويا ترى مين اللي هيجاوبه صح؟ أنا. صح. ومين هيسأل السؤال للإجابة دي؟ أنا. صح. 2-2. ودلوقتي السؤال الأخير، مين فيكم اللي يستحق الهدية؟ ماما. هذا سؤال مكار، ليث اللي يستحقها. واللي هيستحق معانا الهدية العنود، عشان كده الهدية من نصيب ليث. مبروك يا ليث، يلا نروح البيت وناكل الهدية بسرعة. يلا هات. قفلت المكالمة علشان الشك ومستني بقالي ساعتين. لا هتصل تاني. اهلا فيكم بشركة الشحن، اضغط 1 للعب بالطابق. لعب كورة ايه بس؟ اسف، اضغط رقم 1 لتعقب الشحن الخاص فيكم. عشان من شان اخ يا راسي، اضغط رقم 2. عشان يا راسي اضغط رقم 2؟ دي شركة ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. حد يقول لي الشحنة اللي بعتها الفريدة هانم وصلت فين دلوقتي؟ يا اخي قول الاول انه بدك تعرف محل الشحنة، قاعد عم تضيع لي وقتي. تركناها عند بيت درغام، نحن عم نلعب بالطابي، هون مو فاضي لك ابدا. انت شكلك فاضي ونحن ورانا شغلات مهمة. يا اخي شيء مو معقول، الناس صايرة غريبة كثير هالايام. غلطان وعم بيجادل. بالراس، يلا بالراس، هات يلا لشوف هات. يلا يا ليث، يلا افتحها بسرعة، يلا يا ريت يطلع فيها أسانسير كبير مليان سندوتشات. أنا لما كنت بقول من شوية إن ماما هي اللي تستحق الهدية كنت بتكلم جد. ماما اتفضل الهدية هادي مني. شكرا يا ليث على الهدية هادي. اللي حيطلع في الهدية هادي حنستخدمه كلنا أكيد. طيب رح أفتحها، ماني قادر أستنى. لا استنوا، اوعوا تفتحوها. قلت لكم ما تفتحوهاش. أبو العينين،
ايش اللي انت ارسلته هذا؟ ايش حنسوي في السقف اللي خرب دحين؟ وانتوا بتفتحوا هديه مش بتاعتكم ليه طيب من الاول؟ الهديه دي انا بعتها لمراتي الفريده، الزعلانه علشان ما جبتلهاش هديه في عيد جوازنا، وانا عشان اعتذر لها عملت لها ورده جميله وعملاقه باشعه التكوين الجزيئي وكنت ههدها لها، بس الهديه اتبعتت المكان الغلط. سريعا سريعا يا اولاد، هيا علينا سبينه وخليه. الورده بتتكلم. اهلا يا ورده افندي. مو الورده اللي بتتكلم يا عم فلافيلو، دكتور ابو العينين، هذا صوت نحل. واضح جدا انه انت بتكبر الورده، كبرت النحل اللي موجود فيها كمان. يا لهوي، مش ناقصه نحل عملاق خالص، دي كده تبقى نهايه الطبيعه. ايه نهايه الطليعه؟ هكلم صحابي في الطليعه احذرهم. الو مطار الطليعه، ركز معايا، نهايتكم خلاص قربت، اجروا او استخبوا في اي حته. اصلي بحب اقول انه كانت مضحكه قوي يا ليل. هيا يا شباب، علينا ان نجهز المكان بسرعه كالنبدا بعلاج العصبي في اسرع وقت. بسرعه، لازم نودي النحل ده في اسرع وقت لمكان ادفى مهما حصل، هناك ممكن يعيشوا من غير ما يبوظوا توازن الطبيعه. ترى انا عارفه كيف حوديهم كويس، بس لازم كله يسمع كلامي. كابتن الطياره يتحدث. اول يا ابو العينين، روح بيتك جنب المدام، لو قدرتها كويس ما حيبقى في داعي للهدايا. يا ضرغام يلا انت حتيجي معايا. مغامرة. هجوم على الخلية، هجوم على الخلية، امسكوا هذه الحشرة. وقعوا في الفخ العنود. احنا لسه ما خلصنا، امسك كويس، حنسوي خدمة كبيرة لدكتور ابو العنود. ايش المعروف هذا يا عنود؟ كنا جبنا ورد مثلاً. طالع يا ضرغام. يا أبو العينين فيشنا؟ رجعت بدري من الشغل. أصل يا فريدة، أصل كنت جايب لك حاجة حلوة قوي، بس حصل حاجة وأنا حقيقي مش عارف. يا حليلك يا أبو العينين، أنت عملت كده عشاني؟ عملت إيه؟ كده عين للسما. أيوة عملت كده. إيه رأيك يا فريدة؟ عجبتك؟ حركة رهيبة. خلاص يا أبو العينين، ليه كاتب ما يهونش على يزالك يا فريد؟ فريد مين؟ ضرغام، أنت نسيت حرف مهم جدا. آسف يا العنود، الدخان خلص مني. العنود شغلت السرينة، اعلن حالة الطوارئ بسرعة. جايلنا ضيوف اليوم ولا ايش؟ لا ابدا، اليوم حنتخلص من الاشياء اللي ما هي لازمتنا. شوفوا كده، اغراض كتير زحمة الدنيا على الفاضي، طالعوا لها وتأكدوا اننا ما نستخدمها من فترة، وهذا اخر كلام عندي. قدامكم 5 دقايق ما حيزيدوا ثانية، فاهمين؟ وإلا أنا اللي حاخد قراري النهائي وحتخلص منهم كله بسرعة، لأن الوقت بيعدي وأنا ما راح أتراجع عن قراري. لا ترمي الأشياء دي لأني حستخدمها في يوم من الأيام. هاي إيش هذا؟ هذا زر ومرة بيلمع. ابعديه بسرعة، زغلل عيوني. هذا الجاكيت حقي اللي كنت لابسه زمان في مسابقة الهيب هوب. مسابقة الهيب هوب؟ طبعاً يا ابني، أنا كنت في التسعينات نجم الجيل. لبسته مرة واحدة لما اشتركت في المسابقة هذه ما غيرها. أنا راح أوريك دحين شوية حركات مدهشة، استنى ألبس الجاكيت. مو على مقاسك دحين يا ضرغام. شفتوا مضبوط كيف؟ زر، الحق بسرعة علي. الزر، هاي رستم، امسك الزر، امسك الزر. طب وهتديني كم بسكوتة؟ امسكه اول. مش هقبل بأقل من بسكوتين. اعطيك اللي تبغاه، بس جيب الزر اول. تعال هنا. هاي ايه الاخبار؟ انتوا مستعجلين كده، رايحين على فين؟ اجري معانا يا فلافينو، اللي هيمسك الزرار ده هياخد بسكوت من النوع المظبوط. ايه بتتكلم جد؟ لازم اتصرف بالذكاء المره دي. انزل من على المشاية يا نجمي، انا محتاجها في مهمه مستعجله. اوعى كده. ايه بتعمل في شنو انت؟ انا عايز امسك الزرار. دي مشايات رياضه، يعني ما هتوديك اي حته. لو وثقت فيها وفي خيالك هتوديك اي مكان. يا السرعه افحص وانطلق كده. انطلق. هذا رايح جهة المصرف المائي بسرعة. أنا هجيبهولك، ما تقلقش خالص. بابا فلافيلو إيش بيسوي؟ سيبه يسوي اللي يبغاه، المهم الزر. يا سرعة المشاية القصوى، الرب توصل. الزر يا فلافيلو. لا يا مش
مش قادر اوقفها. ايه اللي بيحصل لي؟ هذا خلاص باع. يعني كده مفيش بسكوت؟ انت لسه بتتكلم عن البسكوت؟ سر الحظ حقي خلاص ضاع يا رستم. انا قدرت افتح البوابة. كويس برافو، ننزل ونجيب الزر. طيب وفين عم فلافيلو؟ انا جاي. سانتظرك عند البيت لتمنحني البسكوت. بابا احنا جوات مواسير الصرف الصحي. لعلمكم انا بخاف من مواسير الصرف الصحي. والسبب؟ سمعت ان فيها وحوش متحولة وكائنات فضائية. ها؟ من جد؟ ها؟ شوفوا معايا كده، هذه مواسير صرف نازلة من حمام الجيران. طب يحصل ايه لو عملت كده؟ ولا اي حاجة. بيت البرغوت؟ مكتوب على اللافتة بيت البرغوت. ايش يعني بيت البرغوت؟ ده اكيد مكان خيالي بيعيش فيه البرغوت ومراته. دي مجرد اراء. اجرك اجرك لك، حرك اجرك شوي. اوف، ما لقيتي غير يوم اجازتي هاد لتنطفي فيه. جهز حالك لانك رح تنزل، رح تروح على السوق. ايه بس انا مالي خلق انزل على السوق. يا ابني بيت البرغوت هذا سوق لبيع الاشياء القديمه والمستعمله. يا اوه، بضاعة قديمة وشكلها مستعملة فعلا. لو تسمح لي يطلع بكام ده؟ ترى انا مو للبيع، هالدنيا كلك. انا اسف يا جدو. طب حطه يافطة انه مش للبيع عشان ما تلخبطش. يا فلافيلو ممكن لا تسوي مشاكل اليوم. ايش ده الزر؟ انا شايفه هناك، هذا الزر حقي. شو تسوي يا قلب الاسد؟ اسد؟ ايوه انا فعلا اسد، وهذا زر الاسد. شلون وهو مو بالبيع؟ روح من هنا احسن بدل ما اتصل بالشرطه. بكام ده؟ طب وعشاني؟ طب قولي لي اخر كلام. والخصم بتاعي لازم تربي زبون، لازم نتفق. قلتي كام؟ حد يتدخل في الصفقه دي وينقذني. هذا الزر حقي انا، بس طاح مننا اليوم بالغلط في الصرف الصحي، وانا اخذته بعد ما وقع منك، يعني صار مالي. خلاص لو انت ناويه تبيعيه انا ناوي اشتريه. بكم سعره؟ احنا جايين لك من بعيد ودي اول مره، راعينا بقى في السعر. صح يا فلافيلو، هذا زر اثري قديم من التسعينات ونادر، ولو تريدون راح ابيعه لكم ب10,000 دنقل. كم؟ مو معقول ابدا. ها، لو هذا السعر غالي وايد عليك راح اقول لك على طريقه ثانيه للدفع. طريقة ايش؟ كل بساطه في احد ساكن ويانا هني بالمنطقه ومديون الي وايد، لو تقدر تجيب لي منه بذاتي وانا بالمقابل راح اعطيك الزر مالك. ايه رايكم في البرنيطة الجديدة بتاعتي؟ لو تسمحي في مراية هنا؟ هدني على مبطاقية. طيب واحنا هنعرف كيف انه هو المقصود؟ قالت هنعرفه اول ما نشوف. ها؟ شوفوا اللافتة هادي؟ مدرسة الرقص للرجل الذي لا يدفع ديونه، اكيد هذا هو. هاي ما في احد موجود هنا؟ الرجل الذي لا يدفع ديونه، انت هنا؟ اوه كرة بتلمع، تعال نلعب، انا هشوت الكرة وانت تصد. اوخ، نوعها ايه الكرة دي؟ ترعما بالخارج. بتاع البيتزا الدليفري، تعال استلمها. رجل البيتزا، انا لم اطلب بيتزا. انت ايش بتقول يا فلافيلو؟ يا أستاذ البياعة في السوق هي اللي أرسلتنا لحضرتك، أنا أعتقد إن لها فلوس عندك. للأسف لم تنسى الموضوع، اعتقدت أنها نسيت الحكاية. لماذا أرسلتكم؟ هي معاها زر الحظ حق الجاكيت اللي كنت لابسه في مسابقة الهيب هوب زمان، وقالت هترجع لي هو لو قدرت أجيب منك كل فلوسها. مسابقة هيب هوب؟ أنت عندك مدرسة لتعليم الرقص؟ أكيد تحبه جدا. لا تذكر الرقص مجددا، لا أريد سماع هذه الأحرف الثلاثة. بس هدول 5 حروف. امحوا الألف واللام يا ذكي فستصبح 3. رقص رقص، امنعوا الكلام عنه. طيب متى حترجع لها الفلوس؟ لن أعيدها، ليس معي نقود، مدرسة الرقص انتهت وأفلست. وإيش السبب؟ ليش بطلت تدرب الرقص؟ حسناً دعني أخبرك واسمعني جيداً، كانت البداية سنة 1996. لسه ما كنت انولدت؟ يا خسارة. كنت من أفضل الراقصين في هذه الفترة، لم يكن أحد في مهارتي، كنت أفوز في أي مسابقة رقص أشترك فيها. لكن في يوم من الأيام ظهرت بنت للأسف لا أتذكر اسمها، لم يكن يفوقني أحد غيرها. على أي حال أصبحت بعدها الأفضل في مجالها على الأرض. ليش التواضع؟ كل في المريخ وكمان زحل وعطارد. دعني أكمل، الآتي أهم. كنت مشهورا وظننت أن لا أحد يستطيع مجاراتي ولا في مهارتي ولا يمكنه التفوق علي. قررت فتح مدرسة الرقص هذه وحاولت تدريب الناس ليصلوا لنفس مهارتي، لكني لم أستطع، كنت أعيش وحدي على القمة. وفي يوم فجأة
فقدت شغفي واهتمامي بالرقص وانتهى الموضوع بداخلي للأبد. هو خلاص كلام؟ أنا نمت منه أحلام كثيرة. ماذا تعني؟ أنا ما زلت أحدثك عن نفسي وأشرح لك موهبتي. خلاص بسيطة حليتها. لو قدرت أجيب منافس قوي تحداك في الرقص حتقدر تدفع اللي عليك. لن تستطيع إيجاد منافس يتحداني. أنت بتحلم. يلا يا ليث معانا يا فلافيلو. حكايته بصراحة مملة جدا. حكايتي ليست مملة. لحظة، هل هي مملة بالفعل؟ هل ناديت؟ شايفين؟ بشريط فيديو حنقدر نغلب حق الرقص هذا وكمان هنعرفه مقامه. اوه اكيد حيطلع طلقات ليزر تدمره. لا لا احنا هنغلبه في نوع موسيقى هو ما يعرفه ابدا. موسيقى شاورما. الشاورما مو نوع موسيقى. مش انت قلت قبل كده ان الموسيقى دي غذاء الروح؟ يلا هنغلبه في الدبكة. ايش؟ هنرقص دبكة؟ ايوه الدبكة هذه محتاجة ليونة ورشاقة مو رقصة سهلة ابدا، علشان كده هو اكيد ما يعرفها. كتير بشكركم عم تابعتكم إلنا بالفيديو التدريبي، وهلا الدرس الاول لنتعلم كيف نرقص دبكة صح. خليكم معنا رح نبدا. يلا يلا جربوا. يلا ايوه يلا هبل 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 هبل. يلا رقصة سهلة جدا. أخبروني من أحضرتم لمنافستي. إحنا جبنا نفسنا. إحنا أكيد حنهزمك لأنك ما تعرف الدبكة، فأكيد هنقدر نهزمك. الدبكة؟ ما هذا؟ حسناً هيا اسمعوا هذا. إيش؟ أنا ماني مصدق عيوني. واخد درع مسابقة الدبكة الدولية؟ بابا احنا حننافس بطل المسابقة الاول. انا بطل من الطراز الاول. لم يستطع احد هزيمتي من قبل. لو الحكاية كده ودع الزرار اللي وجع في دماغنا بيها درغام. ها ايش اللي بيصير؟ ها العنود. ماما انت ايش اللي جابك هنا؟ لحظة هنا، هذا الصوت ليس غريبا علي مطلقا. انا مرة قلقت عليكم، فين رحتوا وسبتوني الوقت هذا كله؟ غير معقول، أنت هي وهي أنت. نعم قابلتك في مسابقة الرقص. ها؟ مسابقة الرقص؟ أنا ماني مصدقة. درغام هي إيه الحكاية بالضبط؟ أنا مش فاهم حاجة. العنود؟ معقول جد؟ اشتركت في مسابقة الرقص؟ أفضل مشتركة في المسابقة. لم يبهرني منافس في أي مسابقة رقص مثلها من سنين. العنود يا العنود، لو تسمحي أتوسل إليك نافسيني في الرقص مرة ثانية أرجوك. ماني عارفة إيش أقول لك. ها مستواي يتغير بعد كل هذا الوقت. لو استطعت التغلب علي سأرد ديني كاملا. العنود أرجوكي علشان خاطري أنا. كده ممكن آخر مرة حتنافس فيها، وخر كده شوية، حرجع أمجاد الشباب، اعتبروه مباراة اعتزالي. لقد أحسنتي، أخيرا وجدت المنافس القوي لمواجهتي. شغلوا الموسيقى هيا. قدرت أجيب زر الحظ حقي، أنا مرة سعيد. إلين دحين أنا ماني قادر أصدق كيف قدرت تتغلبي عليه. أنت طلعت شاطرة مرة يا ماما. مدهشة. عندك حق، ماما مرة رهيبة. أنا لي طريقتي الخاصة يا ولد. أيوة نربط المسمار ده شوية. أنا خلاص قربت أخلص. تمام كده. اوه العبقرة ابو العينين موجود في منطقتنا. اخبارك ايه يا دكاترة؟ انا تمام. انا تعبت قوي النهاردة. انا ممكن اساعدك في شغلك الكتير ده، ولن نختلف في المرتب. باكو ويفر. اتفقنا، ايدك معايا نزوق الصاروخ ده، هنوصل بيه لقمة الجبل، وبعد كده هنسيبه ينزل لوحده ويكتسب طاقة الحركة الكافية ليه. وبكده هيقدر يوصل المريخ لوحده. انا بالفعل سمعت عن الصاروخ الذي زاد كوكب المريخ، ده
بس هل الصاروخ بتاعك ده مجهز بعربية حديثة؟ في الحقيقة لا. يعني انت هتبعت الصاروخ فاضي؟ خسارة فعلا. تحب تروح انت يا رستم؟ هلاقي ويفر محشي هناك ولا لا؟ ولا سادة حتى، مفيش اكسجين اصلا. ما يلزمنيش الصراحة. عندك حق في موضوع العربية، لازم ابعت عربية للمريخ، وصل الصاروخ ده لقمة الجبل وانا هجيلك. كده يبقى الحساب يجمع، باكو سادة والتاني محشي فانيليا. يلا بسرعة تعالوا. بابا فين الكيس اللي كان فيه ريموتات الألعاب الجديدة؟ كله موجود في السيارة. أمك أرسلتنا نشتري مقاضي البيت كلها، وإيش سوينا؟ اشترينا كمان سيارات بالريموت كنترول نلعب فيها. بيتهيالي تصرفنا صح؟ لقيتهم. لازم ندخل أكياس المقاضي هذه جوا، وإلا العنود هتعصب. شيل هدول يا فلافيلو. إيش اللي أخركوا كده؟ الضيوف رح يجوا في أي لحظة. فين كل الطلبات اللي قلت عليها؟ اتفضلي. فين جهاز مجفف الشعر اللي طلبته؟ إيوة جبت كله. الشيبس والبسكوت؟ إيوة جبت كله. يا ضرغام والعصير الفريش؟ إيوة جبت كله. انت بتكرر الكلام وخلاص. شكل الضيوف جو قبل ميعادهم. اهلا يا هانم. هعمل معك اتفاق، انا عملت صاروخ جديد وهبعته للمريخ النهارده. ممكن درغام يسلفنا العربية بتاعته علشان أبعتها للمريخ؟ أكيد طبعاً. خد المفاتيح يا دكتور واعتبرها حقتك من اليوم. ها؟ تمام، العربية جاهزة وهنربطها كويس بالصاروخ من فوق كده. وهنحط نماذج آلية من رواد فضاء للاحتياط. مظبوط، كل شيء كده جاهز. دقيقة واحدة، أعتقد كده إن في شيء ناقص. ريموت كنترول. أتوقع إني نسيتهم. وأنا فين مجفف الشعر حقي؟ وأنا فين نظارتي؟ ها أهي في وشي، بس أنا مش شايف بيها الصراحة. أكيد نسيناهم في السيارة، تعالوا نشوفهم بسرعة. تعالوا نشوفهم، يلا بسرعة يلا. هاي اجروا بسرعة، يلا روحوا كوكب المريخ. السيارة فين راحت؟ بابا في ورقة على الأرض. العربية انكمشت وتحولت لورقة، الحكاية دي فيها لغز غامض. ايش مكتوب؟ شكرا لتعاونكم ونعلمكم بإرسال السيارة لكوكب المريخ بالصاروخ اليوم، تحياتي أبو العنين. يا اخوانا ساعدونا، ما تعرفوش تتفرجوا كده، ايديكم معانا نبعت الصاروخ ده للمريخ. ايوه زقوا معانا الصاروخ العملاق ده، انا ما زقتش صاروخ قبل كده. للاخذ بالعلم يا جماعه، انا الوحيد اللي متفق معاه على ويفر. يلا زقوا يلا كمان. وقفوا عندكم ما تتحركوا. ايه يلا بينا بسرعه نجيب الريموت كنترول من العربيه يا نايف. انت ايش مفكر نفسك؟ كيف ترسل السيارة حقتي للمريخ؟ أنا اتفقت مع العنود. في انتظار باكل ويفر السادة بتاعي. تمام، هات بقى الويفر بتاعي. وقف الصاروخ حالا. خلاص فات الأوان، بمجرد ما ياخد سرعته المناسبة هيطير تلقائيا لكوكب المريخ. ايش اسوي فيه كل بس اتصرف كيف؟ فلافيل وليث كانوا جوا السيارة. معنى كلامك اني مش هاخد الويفر بتاعي. يا خسارة. هم فين راحوا؟ انا ماني لاقيهم. دور بسرعة يا ليث، انا جسمي بيرتعش من القلق. هذه السيارة قاعدة تهتز. ايش ده؟ شكل الصاروخ بيتحرك خلاص. انا ما اقدرش اروح المريخ من غير الزمزمية بتاعتي. كدي عيني فوق شايفة النجوم في السماء. ده شنو يا نجمي، نجوم في نص النهار؟ يعني هي النجوم حطير وين بالنهار؟ أكيد برضو قاعدة في السماء. أي لكن إحنا ما بنقدر نشوفها إلا بالليل. أنا ما عارف أنت كلامك كتير كده ليه، عيني فوق للسماء وخلاص. ده صاروخ فضاء يا جماعة مش نجم، صدقوني بطلوا خناق بقى. ايش اللي صار؟ يا لهوي يا عيني على مغامرتنا الاولى يا ليث. بص الصاروخ انفصل من العربية. منظر جميل، طالع معايا كده وشوف، احنا طايرين في الفضاء. شوف كيف كوكب الارض منظره رائع وجميل. انا متشكر ليك قوي، بقالي كتير ما سمعتش كلمة حلوة كده في حقي. بعد ستة اشهر. سمعت اللي انا سمعته؟
حد جاب سيرة 6 شهور، قول إنه بيتهيألي. لازم نهدى، مو كده لازم نهدى، التوتر ما راح يحل المشكلة هذه أبداً. لم يهدأوا. كل الأكل اللي معانا في العربية خلص، مش باقي غير كيس البطاطس ده. إيش ده؟ المريخ؟ إحنا وصلنا كوكب المريخ أخيراً! أنت مالك بقيت كده شبه سندويتش الشاورما ليه يا ليث؟ ده من خيالك واسع كده، شوف لنا طريقة نهبط بيها على المريخ. بقول لك إيه؟ مخي دلوقتي واخد أجازة رسمي، مش بيفكر غير في الفراخ المشطشطة. إحنا وصلنا، بس كيف راح ننزل لسطح كوكب المريخ؟ دقيقة واحدة، إحنا ممكن نستخدم مجفف الشعر حق ماما. أيوة، أنا بحب أسشور شعري. تقريباً كان موجود هنا. لقيته، يا ليت ننجح. يا ليت يشتغل. شكلي حنجح إلى المريخ. ليش ماسك في رجلي يا عم فلافيلو؟ شاورما. امسكي دي لو سمحتي. لو كنت أعرف اللي حيصير منك هذا وإن موضوع المريخ حقيقي ما كنت اديتك السيارة أبداً يا دكتور أبو العنين. إيوة صحيح، من جد عيب عليك، مو قادر تصنع صاروخ جديد في 6 شهور؟ ما فيش حد يقدر يبني صاروخ في وقت قياسي كده غيري. لعلمك ترى أنا بفوز في أي فيديو جيم فيه له صواريخ. مو قادر أصدق، قدرنا ننزل بدون أي مشاكل، إحنا أول مجموعة تخطي على سطح كوكب المريخ. أول مجموعة تخطي، هذه الخطوة بتاعتي جنب الخطوة بتاعتك، بس أنت بس خطوتك أكبر طبعاً. أنا خطوتي نونو. استناني يا عم فلافيلو. امشي زي بالظبط يا ليف. شوف هناك الصاروخ اللي وصلنا إليه هنا موجود. هلو هلو، في حد موجود هنا؟ مين بس اللي ممكن يرد عليك؟ ما في أحد غيرنا على الكوكب هذا. مفيش هنا ولا هنا كمان، مفيش أي أكل خالص، هنتصرف إزاي من غير أكل؟ أنت نسيت إن الصاروخ هذا كان المفروض إنه يطلع فاضي؟ وجودنا هنا خطأ. المفروض يطلع فاضي، وجودنا كان مجرد خطأ. طب أنا جعان دلوقتي أعمل إيه؟ مفيش غير كيس البطاطس الوحيد ده وسندوتش شاورما فراخ. أنا مو سندوتش شاورما دجاج، عندي فكرة. ماني عارف إذا كنا حننجح ولا لا، بس لازم نحاول. عندنا التربة وعندنا الشمس وعندنا بطاطس، ممكن نزرع البطاطس هذه في التربة، وهذا أملنا الوحيد علشان نوفر الغذاء لفترة كافية. طب لو ما نجحناش هنعمل ايه؟ ده كل اللي معانا. احنا لازم نحاول. أرجوك يا ليث، أنا عايز أروح بيتنا، روحني. أنا متأكد إن بابا بيسوي المستحيل وزيادة علشان يحل المشكلة اللي احنا فيها. نجحنا، قدرنا نزرع بطاطس فضائية. الشيف فلافيلو قدر يبتكر وصفات مختلفة للبطاطس، بطاطس بالسلطة، بطاطس بالكباب، بطاطس بالكيك، بطاطس بالبطاطس، وكمان بطاطس ما فيها أي طعم البطاطس. بس الوقت بيمر بصعوبة هنا، وبدأنا نفقد الأمل في العودة، وبنسمع أصوات فضائية غريبة حولنا في انتظار انكم تنقذونا. ايه ده؟ هما الضيوف جم بدري ولا ايه؟ انا لسه ما عملتش طاجن البطاطس. ايش بتقول يا عم فلافيلو؟ ما في ضيوف، ما في غيرنا في المكان هنا. الا اذا يكونوا هدول سكان كوكب المريخ. سكان المريخ، الحقونا. طيب والعمل؟ كيف حنتعامل معاهم دحين يا عم فلافيلو؟ لو كانت امي هنا كانت اكيد حتلاقي الطريقة المناسبة. افتكرت حاجة كانت قالتها لي زمان. فلافيلو، كافي تخريب في الثلاجة. مش دي؟ انا قلت 100 مرة كافي لعب فيديو جيمز. ولا دي برضو؟ كرم الضيافة ممكن يحل اي مشكلة يا فلافيلو، لا تنسى نصيحتي. ايوة يا دي. فين رايح يا عم فلافيلو؟ اياك تفتح الباب. خليك واثق فيا يا ليث، انا عارف انا بعمل ايه المره دي بالظبط. تفعلون على كوكبنا ما انت. نورتوا صاروخ، اهلا اهلا، هقدم لكم وجبه بطاطس عاملها بايديا وحياه عينيا، وبعدها شاي البطاطس بالوصفه السريه اللي هي. فهمت قصدك. اعتقدنا انكم اعداؤنا وستهاجموننا، لكن صراحه تفاجأنا بضيافتكم هذه. ايمكنكم اعطاؤنا وصفه البطاطس اللذيذه؟ انت عايز وصفه البطاطس؟ اعذرني يا صاحبي، اعذرني، ده سر المهنه، سر ما اقدرش اديهولك. يا عم فلافيلو هدي نفسك شويه، نبغى نرجع الارض، احنا ضيوف عندهم وزرعنا البطاطس في ارض. أدي لهم سر وصفة البطاطس علشان نقدر نرجع. السفر في الفضاء لعبة لنا، أعطونا وصفة البطاطس اللذيذة هذه ونحن سنساعدكم. خلاص أنا موافق يا جماعة، أنتوا شكلكم من المريخيين الطيبين. يا
الليلي الجميل. حسنا، شكرا جزيلا لكم، سنشرب شاي البطاطس. شوية شاي بنم عجب، حاجة مخصوص عشانكم. تمام، أنا خلصت. يلا يا درغام نتحرك، هنبدأ رحلتنا لكوكب المريخ، هننقذ فلافيل وليس. أخيرا نقدر نتحرك. تعال ادخل الصاروخ. هيبدأ العد التنازلي، الانطلاق هيكون في خلال 10 ثواني. شكرا لكم، مع السلامة. هعمل لكم تورتة البطاطس المش هتشطل المرة الجاية. ايش؟ ابو العنان هدول خلاص رجعوا هنا، وقف الصاروخ بسرعة ارجوك، وقف الشيء هذا حالا. خلاص ما ينفعش عشان شغلت دفع الصاروخ. لا بابا، انت وين رايح بس؟ ما تنسى تجيب السيارة وانت راجع من كوكب المريخ. طب انت واخد معاك بطاطس كفاية ولا بعت لك؟ مش هيعرف يطبخهم زيي. المدرسة. تعلمنا كيف تقوم النباتات بعملية التمثيل الضوئي. عارف، هلا أخبرتنا باسم نوع من النبات؟ معكرونة. عارف، طلبت منك اسم نبات وليس ماذا ستأكل اليوم. نبات، نبات. جبنة. جبن، ها؟ أعتقد أنك جائع. كباب. حسناً، انسى يا عارف. البنفسج، البابونج، ثم الأسد. ثم الأسد؟ متى الأسد تحول لنبات؟ فم الأسد اسم نبات بالفعل يا ليث. شكراً لك يا رزان. إذن هيا حضروا أنفسكم للتجربة. غداً في المعمل سنقوم بزراعة حبة الفاصولياء في طبق مفروش بالقطن. سننقسم لمجموعات مكونة من فردين للاشتراك في التجربة العلمية. والآن على كل واحد منكم اختيار زميله. بطاطا، تعا أنا وياك نساوي فريق حلو، وبوعدك أنه هي رح تكون أحلى تجربة بحياتك. أهلاً نيمو، ممكن تشتركي معايا في التجربة؟ أصل يعني ممكن، أنا يعني خلاص اخترت أحد. المقشة. المقشة كيف يعني؟ بتكون وياي باكر وبتشترك. منو قاعد يناديني؟ ها، أنا فهمت. يا عارف، انظر، رزان تقترب منا. عم تحكي جد؟ هلا يا عارف، كيفك؟ ممكن أشترك معك أنت في التجربة؟ ها؟ مين عم ينادي لي؟ أنا جاي فوراً. شو اللي انكسر؟ طيب أنا جاي أصلحه بسرعة. جايكم. إيش اللي بيصير هنا؟ رح نشوف. أهلاً، هل ممكن أشترك معك في التجربة؟ للأسف اتفقت مع حدا تاني. وإنت؟ أنا رح أشترك مع رفيقي ونعمل التجربة سوا. وإنت؟ أنا بعد. وإنت؟ أنا الأستاذة يا رزان. سوري، وإنت؟ أنا صندوق القمامة. وسعولي، افتح الطريق السريع، الصناديق تقيلة أوي وهتقع مني في أي لحظة. وسعولي، أنا مش شايف قدامي، افتح الطريق. رزان، ساعديني شيل الصندوق بدل ما يقع مني على الأرض ويتفشفش. تختي اختخ. أي، هذا الصندوق مرة تقيل. بطلي شكوى بقى، لما كنت في سنك كنت بشيل قدهم 10 مرات. وسع اللي واقف قدامي بسرعة، أنا مش شايف حاجة، الصناديق تقيلة أوي. هو بيبالغ أوي في كل حاجة كده ليه؟ عامل زيي تمام. اهلا، انا كصندوق قمامة رأيي برضو من رأيك. ايدي وجعاني قوي، وجعاني جدا. واسع 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 واسع. اخيرا. يا ترى ايش كل هذه الصناديق؟ ده تبرع جبنة ابو العينين للمدرسة، سمعت انها مادة بتخلي النباتات تكبر بسرعة. انت مبوزة كده ليه يا رزان؟ ما حد من زمايلي راضي اشترك معاه في التجربة العلمية. طب وفي رأيك ايه السبب في كل ده؟ كلميني شوية عن نفسك لو سمحتي. اعتقد ده ما في احد راضي يشترك معايا في التجربة لانهم متأكدين اني اذكى واحدة في الفصل. تمام تمام. ولاني ما بعطي فرصة لاي احد يجاوب. وبالتالي لازم اعطيهم فرصة هم كمان علشان يجاوبوا على الاسئلة. والنتيجة؟ لو ما جاوبت بنفسي على كل الاسئلة واعطيتهم فرصة يجاوبوا اكيد حيحبوا يشتركوا معايا في كل شيء. تمام، جلسة النهاردة خلاص خلصت، والحساب حيبقى 10000 6000 8000 2000 دونجو. معقول كل هذا رقم؟ زي ما اتفقنا، اتصرفي عادي واعملي نفسك مش فاهمة أي حاجة خالص، فهماني؟ خليكي زي بالظبط، لما بخبط على دماغي بتأكد إنها فاضية تماماً. دم دم دم. خلاص أنا فهمت. أهلين. رزان، أنت جيتي؟ إيوة فعلاً جيت. حبيت أقول لكم إني تغيرت وجيت ألعب معاكم بالكرة. اخذي شوطي الكرة من فوق الشبكة،
شبكة؟ في أسماك؟ كيف حنصطادهم بكرة الفولي؟ شوطي أول كرة، أنت ابدأي لعب الفولي. سوري، أنا ما فهمتك أبداً. زي بالظبط، مش كده برضو؟ أكيد طبعاً، حاجة عظيمة. ده لسه مش مقتنع إن صندوق قمامة. أنا حبدأ أحشوت الكرة. أنا آسفة. المختبر. اسمك ايه يا صاحبي؟ انا منظور دينيو. واو، زي لعبت الكورة، كفك. انت شايف الظروف؟ لما نحط كل كمية المادة الكيميائية الجديدة دي، حبة الفاصوليا هتكبر بسرعة، وهنكون احسن اتنين عملوا التجربة في المدرسة. هيا بنا نجرب لنرى ماذا سيحدث لها. يلا نجرب. ونشوف هيحصل ايه. هيا ايتها الحبة الصغيرة اكبري سريعا، انا منتظر. هيا. هو ايه اللي بيحصل؟ ازاي بس ده حصل؟ كفاية يا فاصوليا العملاقة، انت ما تعرفيش انا بقى مين ولا ايه؟ حد دهن الممر زبدة ولا ايه يا فلافيلو؟ رزان لعبي الكرة على مهلك، لا تشوتين الكرة حيل. تمام تمام، اخر مرة. رزان رزان. نعم حضرة المدير. انت ايه بس اللي حصل لك يا رزان؟ أنا بس اتغيرت شوية يا حضرة المدير. ساعدينا، في حبة فاصوليا هتدمرنا. وين؟ أهي هناك، انقذيني قبل ما تدمر المدرسة. هادي فاصوليا بيضة ولا خضرة؟ مين؟ إيه السؤال ده؟ أنا أكيد مش عارف. انقذي المدرسة بسرعة يلا. كيف بيدمر المدرسة؟ بيكسر الأشياء ولا بيرميها وبس؟ انت بتقولي كلام غريب جدا يا رزان. بقولك المكان هيتدمر، المفروض انك أذكى بنت في مدرستنا دي كلها، واحنا بنطلب منك تساعدينا، بس للأسف انت مش فاهمة اي حاجة خالص. يا ترى ايه بس اللي جرالك يا رزان يا بنتي؟ للأسف انت جيت للشخص الخطأ، انا ماني رزان القديمة. رزان، موضوع الفاصوليا العملاقة ده بصراحة عجبني، بس 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 بتعمل كركبة كتير جدا، وانا في الاخر هنضف المدرسة كلها، وبكده هقعد طول اليوم هنا ومش هلعب فيديو جيمز. فساعدينا اعملي حاجة بسرعة عشان ما تعبش قبل ما كل حاجة تتكسر. حاضر يا عم فلافيلو، انا رح اتدخل في الموضوع هذا علشان خاطرك انت وبس. برافو يا رزان، كفك. بتقول ايه يا منظورينيو؟ انسى حكاية منظورينيو، انا الدكتور ابو العينين منظور. انت ابو العينين؟ ايوه ابو العينين، عملت تجربة امبارح وتحولت لصندوق قمامة بسبب تفاعل كيميائي مبتكر حصل في جسمي. المهم يلا بينا على المعمل. مفيش اسرع من الجرد للمحمول بتاعي. الجرد للمحمول؟ ايوه اتفضلوا شوفوا. انا عرفت ايه اللي كان بيزحلقني في الطرقة. الرجاء ربط الاحزمة واستعدوا للانطلاق. جاهزين؟ انت ليش تحولت
سند جماما؟ حبيت أشوف التعامل معايا هيكون إزاي، وفلافيلو اتكلم معايا كتير. من هنا ورايح أنا لازم أسلم على أي حاجة قدامي، ممكن يبقى حد بنعرفه مش واخدين بالنا منه. أهلا يا ممر. لا تنتظر إنه يرد عليك. خلاص وصلنا، لف شمال. وصلنا، اعمل اللي اقولك عليه، خدي شويه من الخليط ده وحطيه في الانبوبه دي. طب وانا اعمل ايه؟ انت غني بصوت عالي. اعمل اسكالوب باني او العب باني او كافيه وني، وصوتي حلو جدا وما تسالش ليه. سويت اللي قلت عليه. ايه ده؟ قرب يهاجمنا. تمام، اغليهم لمده 5 ثواني على النار. يلا والفاصوليا العملاقه هتهاجمنا وتاكلنا يا بيه، وانا مش ناوي اتغدى النهارده فاصوليا وباتيه. انا جاهزه. دلوقتي ارمي السائل عليه. تعالي مكانك هنا، يلا يا بذره يا صغيره. بالتجربة العلمية يا رزان، ما تشتركي مع حدا غيري، أنا وأنتي وبس، ورح نصير أحسن وأفضل فريق هون. أنا فرحانة مرة إني رجعت لشخصية رزان القديمة. فلافيلو، نظف الكركبة اللي حصلت، أنت عندك شغل كتير. في واحد شكله تورط في شغل كتير النهاردة ومش عارف يعمل إيه. فلافيلو، أهرب من هنا وأركب الجردل المحمول بتاعي وأطير فوق السحاب وأشرب شاي لاتيه. فلافيلو. Thank you.